الو نجدة؟ ايه يا باشا، كنت عايز ابلغ بس عن حرامي مسكناه بيسرق عربيه. احنا ضربناه وماسكينه في الجراج اهو. بس خد بالك يا باشا، ده كان معاه سلاح وعايز يقتل السايس. انا اسمي سيد عليوه يا باشا. رقم بطاقتي من اليمين ولا الشمال؟ ما قتلتوش. مش محتاج. ولما يقول لهم على كل حاجه؟ اكيد هيقول لهم، بس انا عطلته شويه على قد الوقت اللي انا محتاجه. ساعتها لما يكلم ويقول لهم كل اللي حصل هتعمل ايه؟ عادي، ساعتها هتبقى كلمته قصاد كلمتي. الو. ايوه حضرتك فين؟ انا في الكافيه اهو. معلش حضرتك اتاخرت عليا، وانا كان لازم امشي عشان اتاخرت، عندي شفت. معلش والله العربيه عملتها معايا. لا مفيش مشكله، احنا ممكن نخلي ميعاد يوم تاني، بكره مثلا. طيب في نفس المكان؟ اوكي نفس المكان. ماشي، مع السلامه. ادخل. اتفضل يا حمدي. شكرا يا باشا. ايه اللي تم في موضوع طارق؟ مفيش جديد سعادتك، احنا اتكلمنا معاه وحولناه للنيابه، وكلها يومين ثلاثه ونشوف الموضوع هيوصل لايه. بس بصراحه كده سعادتك، انا مش مصدق ان طارق ممكن يكون عمل كده. يعني عايزنا نتجاهل القرائن اللي قدامنا؟ انا ما قلتش كده سعادتك، انا حولته للنيابه واتخذت الاجراءات القانونيه. بس هو في موضوع كده انا بصراحه مش قادر ابلعه. خير؟ مشير المحاميه، ازاي سعادتك تبقى هي اللي بتدافع عنه وفي نفس الوقت هي اللي مبلغ عنه؟ هي ما بلغتش عنه، هي جت وقالت لي. وعموما اتحقت هي اللي هتثبت. طب وهي بتدافع عنه ليه؟ هي بتدافع عنه لانها شاكه انه يكون مدان، يعني ماشي حسب القانون. عموما الموضوع دلوقتي في النيابه، وهي تحضر مع التحقيقات، ولو حست انه بريء اول واحده تثبت براءته هي، لانها ساعتها هتكون مقتنعه بناء على قرائن جديده ودلائل جديده. عموما قول له ان هي اللي بلغت عنه، لو عايز يغير الدفاع هو حر. هو مش الفكر سعادتك، بس هو في موضوع غريب تاني. احنا لقينا قسيمة جواز بين طارق ومشيرة. وده دليل على ايه؟ هو طارق بينكر الجواز، ومشيرة ما جابتش سيرة الموضوع ده خالص. برضه مش فاهم ده ايه علاقته بالقضية. والله سعادتك انا شايف ان في حد كده بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلينا نشك في طارق، ويحسسنا ان هو عنده دوافع قوية عشان يرتكب الجريمة دي. مين الحد ده؟ وايه مصلحته في حاجة زي كده؟ حمدي، لما اكون قادر تجاوب على السؤال من غير تردد تبقى تعالى قابلني تاني، لكن لحد ما ده يحصل سيب النيابة تشوف شغلها. اتفضل معانا. اتفضل معاكم فين؟ على الاسم. اسم؟ اسمي ايه؟ انا ظابط. انا النقيب وائل نصر الله، مباحث، والسلاح ده ميري. ميري؟ معاك بقى سعادتك اللي يثبت شخصيتك؟ طبعا معايا. هو خد كل حاجه حتى الموبايل. حلو، يبقى بكل هدوء كده بقى تكون معانا نوصل لحد الاسم، وسهل قوي هناك تثبت الكلام اللي بتقوله. ماشي. اتفضل. هاتوه. بسرعة شوية. بالراحة. ما تقاومهمش. ما تقاومهمش. صباح الخير. أنت هتتحول لنيابة دلوقتي. وأنا جاهز. فكرت هتقول إيه؟ لا أنا بس نمت شوية. نعم. هقول يعني غير الحقيقة؟ مفيش حاجة محتاجة تفكير. طارق ما ينفعش توجه أي تهمة لسيف. ليه؟
لان انت ما عندكش اي دليل يخليك تثبت التهمة عليه. انا جبت ملف قضية الصياد من الجهاز عندك وهبدا ابني دفاعي عنك على القضية. فلما تشكك في سيف يعني انت بتشكك في شغلك في القضية، وده مش هيبقى له اي معنى قدام النيابة. انا ما عنديش استعداد اقول اي حاجة غير الحقيقة، ما اقدرش ابقى مقتنع بفكرة ان اخبي. اقول ايه يعني؟ انفي كل الاتهامات، قول التحريات اللي انت وصلت لها، الطريقة اللي انت وصلت بيها للمقدم ماجد طريقة واقعية جدا ما فيهاش اي مبرر يخليك تقتله. لكن لو فضلت تقول سيف هو اللي عمل محدش هيصدقك، بالعكس هيضعف موقفك في القضية اكتر. ازاي؟ مش فاهم قصدك. بص يا طارق، العقيد حمدي والعميد جليل شاكين ان انت بتكره سيف وعشان كده عايز تلفق له التهمة. يعني هما شايفين ان انا قتلت عشان البسها لسيف؟ لا، هما شايفين ان انت بتتكلم عن سيف عشان بتكرهه. وفي الوقت الحالي مفيش اي حد في الجهاز عنده استعداد يسمع كلمة واحدة عن سيف، بالذات ان هو لسه مساعدهم ومخليهم يمسكوا شحنة الاسلحة بتاعت ناجي الخليلي. اهدى شوية لحد ما حالة الانبهار اللي في الجهاز بسيف تقل وتلاقي ودن تسمعك. القضية دي واللي مكتوب فيها هيخلينا نقنع النيابة ان انت عملت شغلك وعلى اكمل وجه كمان. انت شايفة كده؟ شايفة ان انا عملت شغلي على اكمل وجه؟ طبعا، حتى بعد اللي حصل لمدحت. طارق متهيالي قلت لك قبل كده ان انا ما بحملكش المسؤولية. بص يا طارق، انا هقول لك الحقيقة لأول مرة علشان تركز كده وتهدى وانت قدام النيابة. مدحت راح للراجل السمسار اللي جوه السجن وقال له ان انت روحت له وكنت عايز تجنده واتفق معه على فلوس كمان. طب انت عرفت ازاي الكلام ده؟ واحد من اللي جوه السجن قال لمرات مدحت، راح عمل اتفاقيه مع شويه مجرمين ما كانش هيتعاون معاكم، راحوا قاتلينه. فمش غلطتك. انا متشكر طبعا انك بتقولي لي كده. انا احس فعلا ان انت شكرتني لما تلتزم باللي احنا اتفقنا عليه قدام النيابه. ممكن فتح المحضر بتاريخ اليوم في تمام الساعة 12 بمعرفتنا نحن حسام الطراحي وكيل نيابة مصر الجديدة، وبناء على المحضر رقم 325 والمحول إلينا من جهاز مباحث أمن الدولة، وبمناسبة تواجد السيد طارق فيصل غلاب المتهم بقتل المقدم ماجد العزازي والمدعو مختار رسلان أمامنا وشرعنا في سؤاله، ما قولك فيما هو نسب إليك؟ معلش يا سيف، عزائك الوحيد ان واحد في السجن والتاني اتنقل من هنا. ايوه بس اللي بيحصل ده لازم يتحط له حد. بقول لك الواد اللي اسمه وائل ده بيهددني، انا بيهددني في وشي كده عيني عينك. معرفش اتجنن ده ولا ايه. بيقول انكم هتجيبوا دكتور تبعكم ويظبطه ويخليه يكشف عليا ويكتب في التقرير بتاعه ان انا مش كفيف، بعد كده اتحول على التحقيق واتسجن. يا اما كده يا اما اقول ان انا اللي ساعدت طارق عشان يوصل للمقدم ماجد، وانا ولا ساعدته ولا اعرف حاجه اصلا عن الموضوع ده. انا ما رضيتش ارد عليه وما رضيتش اتخذ اي اجراء الا لما اجي واتكلم معاك الاول. كويس انك عملت كده. للاسف طارق خيب ظني فيه، طلع غير ما كنت متوقع نهائي. تفتكر هو اللي قتل ماجد؟ ما اعرفش يا حمدي ومش عايز اعرف بصراحه. انا مش عايز ابقى طرف في الموضوع ده. هو الواد ده من الاول واخد جنبه وراكب دماغه، الله اعلم بقى. وبعدين انت مش بتقول انه هيتعرض على النيابه؟ خلاص النيابه بقى هي اللي تقول الحقيقه. طب قول لي اعمل ايه عشان المضايقات بتاعت وائل دي توقف؟ على فكرة وائل وطارق صحاب، تقدر تقول التابع بتاعه، يعني أي كلمة هيقولها هيصدقها. وطبعا هو عايز يوجب معاه والتفاهات اللي أنت فاهمها دي. أنا ما استبعدش عنه أي حاجة، الواد مجنون ممكن يتبلى عليا ويلبسني مصيبة. قول له يبعد عني يا حمدي يا إما أقسم بالله ما هسكت. حاضر. عملت إيه مع الخليلي؟ أبدا، هيتعرض بكرة على النيابة. مش هيقول حاجة، لازم يحصل معاه اتفاق عشان يتكلم. والله يا سيف موضوع طارق ده غطى على كل حاجة. أنا دماغي مشوشة، كلها أسئلة ومش لاقي لها إجابة. طب لو الصياد هو اللي بيقتل الضباط، إيه اللي يخلي طارق يقتل ماجد؟ ليه؟ هل هو شريك الصياد؟
طب ليه؟ محتاج فلوس؟ لا. ماسك عليه زلة؟ ما اعتقدش. وبعدين بيتهمك بالثقة دي ازاي؟ ما عندكش تفسير للموضوع ده؟ ما عنديش أي تفسير، بس هو الواد غريب جدا. من أول يوم شفته وهو داخل معايا في مبارزة. عايز دايما يثبت إن هو الأصلح والأذكى. حاجة غريبة جدا. يوم يتهمك اتهام زي ده؟ ده بيقول عليك إن أنت صياد. اتفضل بقى. ما تفهمش بقى، جايز الإنجاز اللي إحنا عملناه في قضية ناجي خليلي اللي هو فشل فيها مضايقه حبتين. طب بقول لك يا سيف، إيه رأيك لو نعرضك على دكتور فعلا؟ نعم. يعني دكتور محايد وتكون أنت موافق عليه. ما عنديش مانع. لو ده هيفيد في التحقيق أو هيريحك أنت على الأقل يعني شخصياً، مفيش أي مشكلة. شوف الميعاد اللي يناسبك وأنا جاهز. يريحني أنا؟ أنت فاكر إن أنا شاكك فيه؟ لا، أنا بس عايز أحط حد للمواضيع دي. وأنا قلت لك إن أنا موافق.